الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمته من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته، فهو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه خلقه به. وأحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يعترف بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يتبين ويعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، فليس خاف عليكم معشر السادة أن للمقدمات، مقدمات الكتب، مقدمات العلوم إلى مقاصدها شأنا، خصوصا إذا كانت هذه المقدمات في رسائل مؤسسة مبتدئة بعلوم مؤسسة لها كرسالة الشافعي. أقول هذا حتى لا تستغربوا ولا تعجبوا من طول النسبي الذي تجدون عليه مقدمة الرسالة قبل الولوج إلى موضوعاتها، وأيضا تلكم الكثرة من نصوص الكتاب القرآني، كتاب نصوص القرآن اللافتة والتي وراها نيفت على 20 نصا قرآنيا بين آية ومقطع يستمر إلى امتداد 5 آيات، يعني يتضمن 5 آيات. ولم يرد في المقدمة من الأثر إلا أثرا أو قل أثرين بسند واحد مكرر، وهو ما رواه الإمام الشافعي عن شيخه ابن عيينة سفيان عن ابن نجيح ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال لما سئل: يقال ممن الرجل؟ فيقول: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقول: من قريش. ثم بنفس السند فسر قوله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال: لا أذكر، يعني الله لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الأذان وفي إعلان الإيمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذا عند ذكر الطاعة التي أمر بها رسول الله أو ذكر ما ينبغي أن يتجنب مما نهى عنه رسول الله، ليكون الذكر أشمل من أن يكون لسانيا. الذكر الحضوري النبي أمر بهذا ونهى عنه، حتى يدخل أنواع الذكر فيما يذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتران بذكر ربه الذي رفعه إلى هذا المقام. ثم إني واجد في هذه المقدمة كلما
يطلبه أو يفترض تحققه الذين يقولون بأن المقدمات لها شروط حتى تكون فائقة في بابها ومتألقة، لأن المقدمات لابد من أن تكون محل تأنق من المؤلف وتخصيص، وأن تكون متضمنة لبراعة استهلال تلفت النظر إلى صاحب الكتاب صاحب المقال وإلى مقصود المقال. ولذلك قال الذين كتبوا فيه ما ينبغي في المقدمات وينبغي لمنشئ الكلام تأنق في البدء والختام كحسن مطلع وحسن مقطع لغاية الإقبال من مستمع، يأخذك فتقبل عليه وتتعرف منه وما هو مقصده بهذا الخطاب أو الكتاب. وهذا نجده في مقدمته بينا واضحا، بل إنه يكاد يكون في بعضها ألطف من الخيال، وذلك حين تعرض لهذه الآية التي ذكرنا أو الآيتين، فنبه إلى أنه مكي قرشي حين ذكر وهو يتحدث عن رسول الله أنه بعث من خيار قومه نسبا ودارا، وأورد آية لتنذر أم القرى ومن حولها فذكر أنها مكة، وذكر ممن القوم ممن الرجل فقال يقال العرب، فأنا لك ذكرك شأنك، فيقال في أي العرب أو من أي العرب، فيقال من قريش، وهو مكي المنشأ والدار ابتداء وقرشي النسب، فأشار إلى سبيه من غير فخر، وهذا تحدث بالنعمة من جهة وإظهار لاستحقاق منحه بفضل الله جل وعلا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مقام التعريف: أنا النبي لا كذب، هذه الوظيفة مهمة الآن، أنا ابن عبد المطلب، هذا نسبي وهذه وظيفتي ومهمتي. سيدنا يوسف في القرآن: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك عقب الإمام الشافعي على ذكر هذا أثر المفسر النص بأنه أبين البيان، قال هذا من نوع ما يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير والتأويل، ففيه من شيء إشارة إلى أن قطب الأقطاب في الرسالة مبحث البيان، وأن منه ما يرتقي إلى مستوى أن نستغنى فيه بمجرد تلاوة النص، يقال فيه تأويله تنزيله. وعقب به على هذا التفسير من مجاهد لآية وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك وسوف تسأل. وأيضا حتى تقفوا معي على براعة الاستهلال التي بلغت قمتها في مقدمة، تعرفوا براعة الاستهلال: وإن تشير لمقصد المقال بدءا فذا براعة استهلال، تشير من طرف خفي إلى موضوعاتك دون أن تسميها، أن تبتدي فتقول موضوعنا اليوم كيت وكيت، هذا يعني لفت بارد قد لا يجعل الإنسان يؤخذ من عمقه ويستدعى تركيزه غاية. وشأن القرآن حين يتحدث في المطالع من طرف خفي على مقاصد الموضوع في الصور، والذي يصل فيه براعة الاستهلال أحيانا إلى مستوى الاختزال الحرفي ألف لام ميم. وسبقا قلت لكم إذا صح الوصل استغني عن العبارات بالإشارات بقدر ما تكون الجسور أو يكون الاقتراب يكون مجرد لمح كاف في الباب عن الإطالة والإفاضة والإطناب. قلت حتى أقف بكم على هذا، وهذا شيء مهم بالنسبة لي أنا ولكم، ولا تعجلوا. هذه الباقة من الآية أو النصوص التي وزعها في
في المدخل أو في المقدمة أو في الديباجة على طولها، والتي قلنا وصل بلغت إلى 20 أغنية فتح لها. هذه الباقة نأخذ منها لنقف عندها وقفات قصيرة، نقف عندها 4 منها. أولها الآية أو النص المتصل ببيان لطف الله الخفي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أمة، بل في عالم أشرف على الانهيار والدمار، وأن ذلك كان شأن الله جل في علاه متى ما أشرفت الأمم على ضياء أرسل رحمة منه تشد بحجزهم على الصراط وتعود بهم إلى ما ينبغي أن يكون من غير إفراط ولا إفراط. والآية هذه هي قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليشير من طرف خفي إلى أن من مباحث رسالتي هذه مباحث الاختلاف، وهذا قد عقد له بابا في خاشمتها، ونبه على ما الاختلاف الجائز والاختلاف المحرم، الاختلاف الضروري والاختلاف الذي ينبغي أن يتجاوز ويتلافى. والآية تبين كان الناس أمة واحدة، من الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، لا بد من تقدير أنهم كانوا على وفاق، كانوا على الفطرة، كانوا على التوحيد، ثم حصل أن فرقتهم الأهواء والبغي، بدءا مما حصل بين ابني آدم من البغي والظلم، فكان ضرورة أن حين عم أن تجيء الآية البينة، رسول من الله في كل الأزمنة. كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، لا بد من أن نقدر ذلك، خصوصا أن الفاء تدين بأن ما قبلها وجود سبب لما بعد، فالفاء مرتبة ومسببة تنبئ عن السببية. لك قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فهذه الفاء كافية في أن تقول أمرناهم أي بخلاف الفسق، أمرناهم بالطاعة ففسقوا، ليجيء هذا الترتيب التسبيبي واضح أنهم بالطاعة فخالفوا فنتج عن خلافهم فسقوا فحق عليه القول فدمرنا. كان الناس أمة واحدة مجتمعين على الهدى والصلاح، قريبين من فطرة الحق، إني خلقت عبادي حنفاء، ليس فقط يعني الطفولة فقط، وإنما حتى في التاريخ في مراحل التاريخ، أنا شو الابتداء. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، يعني السياق اللاحقي أو اللحاقي يبين أنهم اختلفوا، فجاء الأنبياء لرفع الخلاف الذي يوقع في الفتنة ويوقع في الشقوى ويوقع في التنازع ويخلخل البناء، بناء الأمة المجتمعة على الهدى والحق، لأن الحق جامع والباطل مفرق. ومن ثم تبعوما إلى مطلع آية الأنعام: في تكتير الظلمات وتوحيد النور، وجعل الظلمات تكتره والنور واحد والحق واحد. إذن النبوءة لطف إلهي جاء لا لتحصيل حاصل، ولم يكن تكن البعثة عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا عبث في فعل الله ولا عانة في شرع الله، الحراس تجاوز تحدي، لا عبث في فعل الله ولا عانة في شرع الله، ولو شاء الله لعانتكم، بقى من النفي، الله متنزه عن ذلك. بعث الأنبياء ليرفعوا الخلاف، ولذلك تعجبني كلمة الإمام مالك حين سئل عن قول الله جل في علاه:
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال للرحمة خلقوا وأهل الرحمة لا يختلفون. ثم انتقل بكم إلى الآية من باقة التقديم وهي في قوله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، كذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير، إلا سورة آية زخرف، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. جاء الإمام الشافعي بهذه الآية في المقدمة ينبه إلى مسألة سيجعلها من مواضيع بحثه، وهي مسألة الاستحسان بناء على الهوى أو بناء على تقليد من يهوى المقلد اتباع من غير ما دليل ولا برهان. تعلمون أن مسألة الاستحسان كانت مما يشغل بال الإمام الشافعي خصوصا وأن بعض أهل العلم توسعوا في الاستحسان. تعلمون أن الاستحسان سيجي هنا إن شاء الله بيانه في بابه بما عرفه به الأصوليين، وأن التوسع فيه قد يصل إلى محض القول بالاجتهاد. وكان ينسب الإمام الكبير كالإمام أبي حنيفة، ونسب استحسانه للنعماني، وكان يأخذ به مالك في بعض صوره، ونسب إنكاره للإمام الشافعي. وسيجيئنا إن شاء الله بعض ما يتعلق بهذا المعنى حتى الإمام الشافعي وصل إلى حد قال من استحسن فقد شرح. فهو إذن بهذه الآية يلمح من جهة إلى أن التقليد والمتابعة الغير العيناء العمياء، تبع عيناء وعمياء، أن متابعة العمياء والقائمة على الأهواء كانت السبب في كل جيل في كل أمة في كل مرحلة، كانت سببان في إفساد الأمم وإضاعتها وجعلها في غاية من السقوط همة وحرمة. كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير، ما أرسلنا في قرية من نذير، والقرية حين تذكر في القرآن المراد بها الأمة، المراد بها التجمع المدني الكبير. وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية، القرى بالمصطلح الصغير تقابل المدائن، القرية هو الجمع هما. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا. تقليد الآباء من غير تبين ولا استدلال ولا وقوف على حقية هذا الاتباع منذر بسقوط خطير، خصوصا حين تكون مرجعيته كما ينبغي القرآن ترف. قال مترفوها، والمترفون في الأمم علية القوم ومن دونهم تبع لهم، وهم أناس ألفوا الحضيض، ألفوا أن يعيشوا كما يعيش الأنعام للكلى، نظرهم إلى أرض. المترف هو الذي أترفته النعمة وأبطرته وأصبح لا همة له إلا أن يبقى ساكنا في هذا الطرف ونوسع دائرته فساده. طرف في الأمم مفسد لها، مبلد لحسها، مسقط لها عن أن تتحرك إلى القمم وأن ترقى إلى سماء الهمة العالية. إذا القرآن في هذه الآية يرد الانحراف إلى مسألتين، إلى تقليد بمجرد الهوى، وإلى كون هؤلاء اللي هم قادة التقليد أناس مترفون بطرون يعيشون للحظاتهم لا أفق لا اعتلاء إشراقي لا اعتلاء
روحاني اتركونا يقدر أحد إلا قال مترفوها. ثم مع آية ثالثة تبين قوة الاحتجاج بالكتاب، وأنا لا أصيب لكم عند هذه الآية حتى لا يكون أداء لحساب الرسالة. يقول فيها في المقدمة من سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز قرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويلمح من طرف خفي وببراعة استهلال إلى أن أعظم ما يستدل به في مقام الاحتجاج القرآن، لأن في آية القرآن عزة إنه لكتاب عزيز، والعزة إباء تمنع على الإبطال، لا يأتيه الباطل أي ما يبطله من بين يديه حضورا ومن خلفه في الآتي. خلف يطلق على الآتي، ما من يديه ولا من خلفه، إشارة إلى عموم استغراق الأزمنة، لا يمكن أن يجي ما يبطله. المبطلون كتر ولكنهم في توهمهم يريدون الإبطال والإطفاء، ولكن أن لنافخ بشدقه أن يطفئ نور الشمس، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، في نوع من وعي التحكم بهم. أترى فمك بالغا مبلغا أن يرقى إلى الشمس فيطفئها. كمحاولتي لو فرضنا أن هناك نورا، كمحاولة ضوء الشمعة أن يغلب ضوء النهار، هذا إذا فرضنا أن في المقابل نورا، فكيف الظلمة كليا؟ عزيز العزة، عزة النص في قوته وحجيته وكونه في بيانه يقطع ألسنة المخالفين. فإذا كان فكأنه يقول إن الأدلة الأصولية كاسمها والأصل ما يبنى عليه غيره أسس قواعد أحجار أساس، لا يمكن أبدا للزمن أن يطال الأصول. فكأنه يعرف بموضوع الرسالة وأنه حديث عن القواعد، حديث عن الأصول، ثم عن مراتبها وقوتها، وأن النص القرآني يجيء في أولها صدارة وجدارة لأن يكون بعزته القاضي بإبطال كل باطل ودفع كل شبهة ودحض كل ضلال. لا يجي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم تعلل الآية ذلك تنزيل منها. لما تنزيل من حكيم حميد؟ حكمته قمة علم، والحمد قمة كمال. منزل الكتاب حكيم، فكتابه فيه من حكمته، وهو حميد، ففي الكتاب من موجبات الحمد كمالا في البيان وكمالا في المعاني وكمالا في التشريع وكمالا في الأنباء المخبر بها توظيفا وإرادة. ثم يختم بآيات على باب البيان وباب كيف البيان، وآيات خمسة أو أربعة فيما أذكر، وأجلها خاتمتها من سورة الشورى، قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في وصف الكتاب الذي هو أصل الأصول بصفتين اثنتين قد تحمل أولاهما على معنى وثانيتهما على معنى، وهما في الحق متداخلتان
كل منهما تبين الأخرى. فالله سمى الكتاب روحا لأنه به الحياة، وفي الروح معنى القوة المحركة المنهضة. وسماه نورا، جعلناه نورا، لأن النور ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره، كاشف للظلمات من حوله، وفي الحقيقة يريد أن يقول إن النص القرآني نص هو بنورانيته روح، بمعنى أنه حجة بالإبانة تجعله في مقام الاحتجاج روحا للمحتج به، وقوة تصل إلى مقام نفخ الحراك، نفخ نفس التحدي في الذي يبين به ويحتج به وينافح من أجل دحض الشبهات وإزالة الظلمات. وبهذا نكون قد ودعنا المقدمة، لأننا نحن لسنا بمودعين، أنها تودع متاركة، وإنما حتى ترتاحوا من أن يكون لنا إليها عودة. اللهم إلى بعض مسائل تتعلق بكلمات فيها قد شوش البعض بقولها خرجت عن الفصاحة وكان لا تصح. ومنها أذكر الآن قبل أن ندخل إلى كتاب البيان عبارة المديمها والجاعلنا، قد وردت هناك. اقرأ العبارة إذا كنت بين يديك، فأسألك قل اقرأ، أسألك المبتدئ، دائما انت معنا، دائما انتبه يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها. فهي إعرابا، أسأل الله المبتدئ المديمة، فهو نعت للمبتدئ، دي واضح من حيث الإعراب ما فيه إشكال. لكن تعريف المضاف بال وقد أضيف إلى معرفة، هذا فيه إشكال. حتى على القلب إن الإضافة لفظية وغير محضة، وإن الغرض منها تخفيف التنوين فقط، فإن فيه إشكال في المدرسة البصرية. ولكن قال أهل العلم إن الفراء يحيى الفراء وهو من أئمة النحو قال بجواز ذلك، وأنه لا شيء فيه. بل إن الإمام السيوطي رحمه الله في رسالة الصغرى المسمى بهجة المرضية شرح الألفية يقول إن الإمام الشافعي ذكرها في المقدمة، ما فاتت هذه وهو شافعي، وكفى بذكرها حجة، لأن الإمام الشافعي كان يتكلم لغته ويكتب بها، وكان يسندها ويكتب النصوص بلغته أي بقراءته المكية. وسيجينا إن شاء الله في ختمة الدرس إذا بقيت بقية أن نقرأ النصوص الـ20 على المكية ونصحح إن شاء الله، يعني نقرأها على المكية فتضبطونها على القراءة المكية كما هي قراءة الإمام الشافعي رحمه الله. وسأنتزع لكم إن شاء الله دليلا قويا على أنه ما كان يكتب النصوص بغير المكية، فكتابته هذا تجاوز لما كتب به النص، وتجيبنا إن شاء الله الدليل من الرسالة نفسها. وزوج الفراء إضافة الذي ردف أل أو ردف أل إلى المعارف خذي. وزوج الفراء إضافة إلى أو إضافة الذي ردف أل، يعني فيه أل المديمة، كان يعني على ظاهر لغة الشاعر مديمها، فقولوا المديمها، جمع بين أل والإضافة وهما لا يجتمعان إلا في الإضافة اللفظية، لكن لمضاف لأل، ووصل أل من المضاف مغتفر، دخل ابن مالك الجعد الشعر، لكن هذا إضافة للمعارف مطلقا. فتقول رأيت الضاربك في هذه اللغة،
أي الذي ضربك، تضيف المعرفة. نقول شامي، مررت بالشامته، أي بالذي شمته، شمت به أو شمت به. إذن هذه بعض ما يمكن أن أشار إليه في بالنسبة للمقدمة. بالنسبة للباب الأول، ما هذا له بهذا البساط؟ حديثنا عن البيان القرآني وارتقائه إلى مقام النور والروح، وكأنه يشير إلى أن ألفاظ القرآن نور في البيان ومعانيه روح في الجنان، فهو من الجهتين بلغ قمة ما يمكن أن يقال فيه قمة. قمة المرئي نور، وقمة الخفي روح، وحاز النص القرآني الكمال من الجهتين. فيريد أن يريد من جهة أن يقول إنه لا انفكاك بين اللفظ والمعاني بالنسبة للنص القرآن. وسبقا قلت لكم أنا ممثل للإعجاز في البيان القرآني ببيت معروف، ولا مشاحة في التشبيه حين تكون الحقائق واضحة. رق الزجاج وراقت الخمر، فتشابه فتشاكل الأمر. حين يكون الشراب في قمة صفائه والزجاجة في قمة صفائها، فلا تدري أيهما ترى، أترى الشراب أم ترى الزجاجة؟ فاللفظ القرآني ينادي على المعنى، والمعنى يهيئك لأن تقول الله أكبر. هذا اللفظ هو الذي يتسع لدلالة القرآن ويمتد على امتداد الزمان، امتداد الإنسان، امتداد البرهان. وسعت كتاب الله لفظا وآية، وما أضغت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتفصيل أجزاء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ ما هذا البيان ليقول أن بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف البيان؟ وكنا قد نبهناكم إلى أن منهجنا المتواضع في كل باب أن نقف عند المصطلحات لنبين، إذا بيناها بمثال أو بيناها بحد فإن نقف عند فسر البيان. قلت باب كيف البيان، والكيف كنا يسألوا به عن الأحوال، وقد يتسع لأكثر من سؤال الله عن المحال أيضا. فكأنه يشير إلى كيف يقع البيان حالا، يشير إلى أن مستويات البيان متعددة، وإلى محال البيان في الأصول مختلفة، أي ما يقع البيان به مختلف، والبيان في نفسه مختلف، ولكنه اختلاف يعود إلى مجتمع، وهذا قوله مجتمعة الأصول متشعبة الفصول. وقبل أن نقف عند معنى التشعب والاجتماع هنا، أرجع للتعريف الأول الذي قال البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفصول أو الفروع. ومراد هنا بالاجتماع أنها كلها ترجع للبيان، ترجع للدلالة، فهي على الدلالة، هي المعنى مجتمع، دلالة بالنص، دلالة بالظاهر، دلالة بالاختصاص، دلالة بالنسخ، بيان الانتهاء الحكم، كلها بيان، كلها ترجع للبيان، ولكنها متشعبة، متشعبة الفروع. دائما لاحظوا معي الإمام الشافعي دقيق غاية الدقة في وضع الألفاظ، كما هو دقيق في نظم الكلام. فتاه الدين الشريف القرشي المكي الذي فتح الله له وعليه، فتح له من أبواب التلقي عن الأئمة الذين عاصرهم، والاختلاف يجعل النظر غاية في السقالة، غاية في مدرسة الحجاز، مدرسة العراق، مدرسة اليمن، على القلب إن له مشايخ كابن مازن الصنعاني. متشعبة، تشعب لا يصدق هذا اللفظ إلا على متوحد في الأصل،
مختلفين بالشعب. يقول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. شيلوا قلت جزءا أنا عندي لم يكن هذا شبيها بفصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبة بمعنى أن هذه شعب انحدرت من أصل كفروع الشجرة متشعبة الفروع، لأنها من جهة مستويات البيان مختلفة ومحاله متعددة، هذا لون تشعبها أو معنى تشعبها. ثم يشير في مطلع هذا التعريف إلى أن للغة، معرفة اللغة العربية، مدخلية في البيان جدا. فقال هي متقاربة الاستواء بالنسبة للعارف باللغة، مختلفة بالنسبة للجاهل بها. وهذا ينبه بقوله، هو ينبه بقوله متقاربة الاستواء. الاستواء يعني استواء في الإمانة والدلالة، متقاربة أنا غير مختلفة اختلاف تناقض من البداية. وهذا بعد أصبح الرجل قادر على أن يضع مناهج الفهم وقوانين النظر في نصوص الشريعة على تعددها. متقاربة الاستواء بالنسبة للعارف باللغة، جاهل بها مختلفة، عليه إما اختلاف غموض أو اختلاف تناقض، فهي عنده إما غامضة وإما متناقضة، الجاهل بالبيان. ثم أنني أذكركم بأن هذا المبحث على البيان ذكره علماء أصول الشوافعي وعرفوه بالتعريف المختصر المعروف، وهو إخراج المعاني من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان، هو حد البيان. مباحث البحاني عند من درى الحد والحكم وما به جرى، يعني مباحث البيان ثلاثة: حده وتعريفه وحكمه بالله أحكام، من مثل أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، ويجوز أن يتأخر عن وقت البلاغ لأن وقت الاحتياج كورود سؤال أو ورود نازلة ولا يتأخر. والمبحث الثالث: ما به يقع البيان، وهو كل ما سيحدثنا عنه الشافعي. البيان قد يقع بالتخصيص، وقد يقع بالتأويل، وقد يقع بالمفهوم، وقد يقع بالنسخ البيان، وقد يقع برفع المختلف بقاعدة رفع الاختلاف، وقد يقع بالقياس. البيان قد يقع بالقياس، وقد يقع البيان بالإجماع. فإذا كل المباحث الأصولية تنعقد في نهاية المطاف بمبحث البيان، وهذا سر الابتداء به وانطلاق منه وتوسيع أبوابه ولو كانت أبواب تمثيل. باب واحد البيان رقم واحد، الباب بيان رقم جوج، هذه في الحقيقة أبواب فصول ضمن باب كيف البيان، وليست أبواب مكافئة للباب الأول، أبواب تحت مندرجة. فالأبواب الخمسة إذن مندرجة مرقومة متراتبة، هي تحت باب كيف البيان. ويدلنا على ذلك صريح عبارته قبل أن يبدأ بباب البيان رقم واحد، حيث قال: وسأريد على كلامه من الأمثلة ما يدل على ما وراءه مما هو مثل له، أي ما في معناه في معاني هذه الأمثلة. ثم حدثنا، وسأحاول جمع اللملمة مع كلامي، أن هذه المستويات من البيان قمتها أن تجيء الإبانة بما يسميه الأصوليين النص في القرآن، محل القرآن، نص قرآني. والنص عندنا ليس مطلق الدليل أو مطلق قول كتابا وسنة، وإنما ما ارتقى في بيانه بحيث لا يحتمل غير المعنى البين منه الذي يعطي.
والنص قول مفهم لمعنى لا يقبل الغير، لا يقبل غير المعنى الذي وهذا أيضا عبر عنه بلفظه، قال إبانة بالنص. والمسألة لغوية ابتداء، لأن عندنا الاصطلاح لا يشكل قصيعة مع الإطلاق اللغوي، وإنما يقيده فقط، يخصصه ويقيده ويدخل عليه، وإلا لسنا قصيعة بين الاصطلاحي وبين اللغوي. فالنص في اللغة ما انتهى إلى غايته، يقول نص الحديث إلى فلان رفعه إلى المتكلم به إلى غايته. ويقال المنصة للكرسي أو المقعد الذي يصنع للعروس، والعروسية إذن في حلية عرسها وزفافها هي واضحة بين أخواتها لتمام حليتها، فكيف إذا وضعت وحدها في منصة؟ منصة دفع لكل صور الاحتمال أن تختلط بغيرها وسواها، نص منصة. البيان بالنص في محله الأول الذي هو القرآن مثل له الإمام الشافعي رحمه الله بأمثلة من أجلها آية التمتع وآية الصوم وآية المواعدة، ونقف عندها قليل ننتقل إلى الصورة الثانية من سورة البيان. آية التمتع يعني قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. آية تتحدث عن فاقد الهدي، المتمتع الذي لم يجد هديا، متمتع من أحد من نسك إما قرانا وإما تمتع بالعمرة، والذي حل بمجرد ما انتهى منها وتمتع بالحل تحلل من حرامه، فهذا عليه هدي ذبح نسيكة شكر، يسمى بهدي الشكر. من لم يجد فإنه يعني ينتقل إلى صوم، إلى بدل صوم، وهو هنا صيام ثلاثة أيام في الحج وإذا رجع، هذا بالنسبة لغير المقيم، من المقيم بمكة فإنه يصومها كاملة في محله، وسبعة رفق، وسبعة إذا رجعتم، ثم يقول القرآن تلك عشرة كاملة، يعني مدة الفذلكة، فذلكة هي كلمة فذلك فتلك، يعني محصلة الجمع، هي الإفادة أن ثلاثة زائد سبعة زائد سبعة تساوي عشرة في قمة بيان كتابي. فائدة الفذلكة ما هي؟ قال بعض أهل العلم لعلها إفادة المعنى بزيادة بيان، وهذا ما يرومه الإمام الشافعي، بإحاطة هذا الأمر بجمع البيان الإجمالي إلى البيان التفصيلي. المثال ما يقولون علماني خير من علم، تعرفت أن ما ستصومه ثلاث وسبع فالمجموع عشرة، ولكن بين لك بطريقة تفصيل ثم قيل لك عشرة. وقيل إن المراد بالفدلكة هو نعتها بالكمال كاملة، يعني كاملة في الجبران، كاملة في الجبر، لأنه لا يتصور النقص في الجمع، أنا في الجبر حتى لا يتوهم أن هذا البدل ناقص عن الأصل الذي هو الهدي. كاملة أي تقوم مقام سنة الهدي أو الواجب في الهدي، كاملة في الجبران. وقيل أن المراد بالفدلكة التفصيل صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة لدفع احتمال، وهذا يترجع عندي لدفع احتمال أن تكون الواو بمعنى أو، وهذا يكثر في الأساليب
ومن قول الإمام مالك ابن مالك رحمه الله، وربما أو في أو هم يأخذونها بالمقابل أن أو مع الواو تتعاقبان تتعاوضان في موضع الواحد، وربما عاقبت الواو إذا لم يفيدوا النطق للبس منفذة، معناه إذا أمن اللبس فتقول جالس الحسن وابن سيرين أي واحد منهما، فتجيء الواو في محل أو لدفع أن يكون ثلاثة هناك وسبعة، كأن هناك سبعة في مقابلة ثلاثة، لأن التحويل يدل على أن إذا لم تصم ثلاثة هنا فصم سبعة هنا. قال تلك عشرة كاملة، لا بد من الجميع. الغرض إذن من تمثيل بهذا المثال بالنسبة للإمام الشافعي هو أن يقول إن البيان أحيانا حين يكون نصا، كما حين تجيء المسائل في نصوص تتحدث بالأرقام، بل أحيانا إلى هذه الدرجة من تأكيد البيان لا يمكن أن تحتمل أكثر من هذا. لا يمكن أن يجي واحد فيقول إن بدل الهدي لمن لم يجده أكثر من صوم عشرة أو أقل من هذا، فهو كما يجيء في إسماء العدد في الجدوم ثمانين جلدة في حد القذف، يمكن يقول أن يجادل أحد فيه أن هناك أقل أو أكثر 80 جلدة، وفي عدد اللعنات في اللعان إن شهد أربعة شهادات بالله والخامسة خمسة أربعة ثم خامسة، فبيجي أحد يقول بأن هذه في التلاعن هناك أكثر من خمس شهادات، فمثل هذه الأشياء جلدهم زانية الزاني جلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أبدا. ولذلك قال أهل العلم الحدود المعينة والتعبديات لا يجري فيها قياس، لأنها لا يمكن أن يدخلها نص في باب هذا، ولأنها أيضا عندهم لا تعلل، والقياس إنما ينعقد من جهة العلة أو ما يشبهها، لما أمكن لأنها هي ركن أركان الإلحاق. ثم المثال الثاني مثال الذي جاء في المواعدة، يعني به قول الله تبارك وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني لماذا جاءت هذه الفتلكة؟ وهي تأكيد البيان المفصل بما يعني جامع أي بالمجموع 30 + 10 = 40، يعني لماذا يقول لك هذا ارتقى إلى قمة البيان ليدفع أشياء من توهمات الخفية ويرقي بذلك النص إلى قمة التجلي. ويبقى دائما السؤال لماذا خالفت هذه الآية اللي هي آية الأعراف آية البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة؟ ففي البقرة ذكر العدد 40 دون تفصيل، فيما هنا جاء التفصيل، ولعل السبب في ذلك الله أعلم اختلاف السياق من جهة، في السياقات في القرآن وموارد الإيراد والآيات المتشابهة مداخل لفهم الأسرار في الكتاب. فآية البقرة أعتقد الله أعلم جاءت في سياق المنة على بني إسرائيل، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ آتينا موسى، وإذ وعدنا موسى. والمنة على بني إسرائيل إنما هي بإنزال الكتاب، وإنما نزل بعد يعني في نهاية العدة، هم توصلوا بالكتاب في نهاية العدة. أما المنة على موسى في سورة الأعراف بتفصيل قصته والمنتهي لم تجي في هذا، وإنما جاءت في تفصيل القصة فيها ووعدنا، ولم يقل وإذ، أذكروا إذ، لنا إذ على تقديري فعل مضمر وفعل التذكير، أذكروا إذ ووعدنا موسى في سياق هذه القصة المفصلة. 30 ليلة حديث مع موسى، لأنه أول ما هو وعد من قبل الله، وعد هنا مبالغة في الوعد وليس من طرفه، الله الذي وعد. ولذلك قرأ البصري ووعدنا موسى على الثلاثي،
فإذا أردنا حمل آية المواعدة المفاعلة فنحملها على المبالغة، تقول تعاقبت للصلاة، طرقت النعلة، وغير ذلك من صور المفاعلة التي ليست على بابها. إذن وعد الله سيدنا موسى أن يجيء إلى حيث سيخصه بإنزال التوراة ليتحنف هناك بمناجاته قياما ودعاء وصوما. وعدنا موسى حضور 30 ليلة، يعني أن يجيء إلى هنا ماكتا بجوار الطور 30 ليلة مناجيا داعيا. سيدة ارتقى الحد الذي يؤهله الله يريد ويربي القمم بما شاء. أنزل إليه الألواح 10 على أحد الأقوال وهو أولها فيما رجحه جمع، 10 في الأيام 10، فتكون إشعار منه بما دعاه إليه من استعداد وتهيؤ، وما ختم به العدة من الأيام 10 ليتلقى فيها الألواح المكتوبة التي فيها هداية الله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فليس إذن كما قد يظن البعض بأن موسى يعني وعده الله 30 يسافر فيها، لا، يقيم هناك بجوار جبل الطور متعبدا متحنفا داعيا مبتهلا حتى إذا تم 30 بدأ تنزل الوحي إليه، إذا تمت 40 انتهى ميقات المواعدة التي كانت منه ليرجع إلى كده. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها، وهذا سر فعل إتمام. وقال بعض العلم إن كلمة قوله تعالى التفصيل هذا داعية التفصيل حتى لا يتوهم أنها مندرجة، فتم ميقات 40 ليلة حتى لا يتوهم أنها مندرجة في 30، وأن أصل الميقات كان على 20. ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها في 4 أيام، ليس في 4 أيام يعني ما بعد خلق الأرض، وإنما في تمام 4، فتدخل يومي خلق الأرض، وإلا لاختلت العدة، يعني مجموع العدة الذي هو 6 أيام، السماوات في يومين والأرض في يومين وما على الأرض في 4 أيام، لا، في تمام 4 تكملت اليومين الماضيين، فإذن في يومين ليجي المجموع. فهذا الاندراج دفع الاندراج جاءت الفدلكة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، يقول أنه ليس هناك اندراج تمت فيكون. وقيل إنه تمناها بعشر ولم يقل بعشر ليالي حتى لا يتوهم أن هذه العشر كانت ساعات أو لحظات أو أزمنة، بمقاس آخر تمناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. فإذا مراد الشافعي رحمه الله أن يقول هذه النصوص حين تجيء بهذا اللون، هذه تمثيل ليس هو المراد فقط، تمثيل يقول لك إن ما جاء على هذا النوع على هذا النحو فإنه قمة بيان يصل إلى مستوى أن يسمى نصا لا يمكن أن يحتمل غير ذلك من المحال. والآية الثالثة التي مثل بها هي آية الصوم: الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين زمن الصوم فقال أياما معدودات، فاحتمل أن تكون جمع بداية الجمع 3 ونهاية جمع القلة 10 كما يقال، ومنه جمع المؤنث السالم عند بعض العلم جعلهم جموع القلة فانتهي 10.
فجامع يقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل، فدل على أن هذه الأيام هي الشهر، وإنما قللها للترغيب، لأن كل معدود منتهي، أيام معدودات وكل معدود منتهي، فقللها من حيث الصيغة وقللها بالوصف، ثم زاد فبين أنها شهر، الشهر ما بين الهلالين، وهذا شيء واضح، 30 أو 29، والعرب يعرفون ذلك، والمخاطب بهذا الكتاب من أهل البيان من أهل العربية يعرف ذلك. ثم زاد بيانا فقال بعدها فمن شهد منكم الشهر، ولم يقل فمن شهده، يعني يمكن أن يكتفى هنا بالضمير عن الظاهر، ولكن جاء بالشهر، وإذا عرف منكر متقدم فهو للمعاهد، هذا يكاد يكون مضطردا هنا، شهر رمضان، ثم قال هنا فمن شهد منكم الشهر، أي ذلك الذي ذكر وهو شهر رمضان العهد الذكري، فبان أن هذه الألوان من تحديد تصل إلى مقام النصية، فلا يمكن أحد أن يجادل في أن المكتوب من صوم علينا دون شهرين أو نصف شهرين أو يزيد على الشهر، فمثل هذه النصوص ترتقي إلى هذا المقام الذي يسمى غاية البيان. لننتقل إلى بيان آخر، هنا يقول فيه أن هذا النص من القرآن مستغن عن أي خبر، مستغن عن أي خبر، سبون جاء الخبر ليؤكد أو لم يجي، ثم يجيء البيان من المستوى الثاني وهو البيان الذي هو دون النص والذي يختلف محل، فيكون فيه محتمل ومجمل، ويكون بعضه مبين بالقرآن وبعضه مبين بالسنة، والأمثلة توضح ذلك، فقد مثل رحمه الله بأمثلة من أجلاها وظهرها آية المائدة متعلقة بالطائرة الصغرى، وآية النساء المتعلقة بالجنابة، والله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهو يقرأ بالمكية وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فالطهر، والآية الثانية ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ووجه كون البيان بالآيتين فيه إجمال وفيه احتمال، يو من وجوه كثيرة ننبهكم إلى ما نبه إليه وأزيد قليل الإيضاح، فصفة الوضوء جاءت مبينة بالآية في فرائضها، صفة الوضوء في الفرائض ما يغسل وما يمسح جاءت بينة، ولكن فيما يكون الوضوء منه، إذا قمتم فاحتاج بعض الذين يقدرون من نومكم على أساس أن النوم ناقض، إذا قمتم يعني محدثين قدرها بعض، يحتاج إلى بيان ما يكون من الوضوء، فجاءت السنة لتبين هذا اللون من الإجمال في هذا الجانب. ثانيا قول الله جل في علاه وأرجلكم، خصنا القراءة المكية عندما تلاحظوا هناك نتقرأ الإمام لم يلتفت إلى قراءة الفتح لأنه هو يقرأ بالمكية وبها روى القرآن الذي كان يقرأ، انتهى إلى القرآن، والذين يقرؤون بالكسر هم مثل الذين يقرؤون بالنصب تماما، فهذه تسمى من الخلاف القرائي المنصف، لا أدري هل كتب في أحد، يعني ما جاء على نصف، يعني نصف القرآن يقرأ كذا ونصف القرآن يقرأ، وأرجلكم بالنصب عما رضا علا، الشاطبي رحمه ذكر الذين ينصبون وترك تستخرج بالمفهوم تعين للباقين ضد النصب الذي هو الجر والخفض، ومجمعون في قول الذين يرمزون حق
حق صفين أو صف حق. حق ابن كثير البصري وصاد شعبة والفا حمزة ثلاثة قراء أراوي، والآخرون ثلاثة قراء أراوي الذين ينصبون نافع بن عامر الشامي والكسائي وحفص. وأرجلكم عطفا على وجوهاكم، يعني عطف على متقدمين، عطف على الموالي. وإنما التزم هذا لماذا؟ لإشارة إلى الترتيب، وهذا سيجيونا إن شاء الله حين ننظر في أن الواو هي لا تقتضي الترتيب ولكنها لا تنافي، والأصل فيها الترتيب ما لم يدعو داعين إلى خلاف ذلك، من أصل فيها أنها مرتبة على الأصل. الواو قد تعطف اللاحق والسابق والمعي يعني المصاحب، ولكن الأصل أنها لا تنافي الترتيب. عجلنا مما النبي صلى الله عليه وسلم راعى في الواو الترتيب، قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حملها على الترتيب أيضا في موارد معينة، فقال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر. فإذا لمراعاة الترتيب جاء العطف على الرسول. هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول جاءت الرجل هنا محتملة لشيء، محتملة للمسح والغسل، فبوينت بالسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. الحديث معروف له شفنا عائشة رضي الله عنها رأت هذه فيما رأت الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أخاها محمد يعني يسرع في الصلاة يدرك جنازة من جنازة الصلاة على أحد الذين ماتوا من صحابتي، فوجدته يسرع كل ما في رجلي فقط له ويل. روى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، وانبهت على السبع أن رأنا أناسا يعني يتوضؤون ويعجلون وفي ينسون عقابهم متابعتهم، فقال ويل للعقاب من النار. فقال هذا النص يجعل المراد به حتى ولو قلت وأرجلكم فليس معطوفا على الممسوح وإنما معطوف على المكسور، وجرة للمجاورة يقول هذا، والجر بالجوار والتوهم يجوز، وضعيف الأخير عندهم كذا يسمى به الجر بالجوار. ومن الجر بالجوار هذه لغة معروفة أيضا، منها قول الله تبارك وتعالى في روايتكم أنتم ولا في روايتنا عذاب من رجز أليمين، تقرأون أليمين نقرأ أليم في نافع. إذن في الذي عذاب فينا هو الأليم، العذاب ولا الرجز؟ إذا كان العذاب هو الأليم، ولكن عذاب من رجز أليم، قالوا أنا الجر على الجوار، والجر على الجوار تقديري، من أنك حين تريد أن تعرف ماذا تقول. وأرجلكم الواو العطف، وأرجلي يعني معطوف على أيديكم، إذن فهو منصوب، إذن مانع من ظهور النصب فيه اشتغال المحل بحركة الجوار، اشتغال المحل بحركة الجوار. ثم إن الإمام الشافعي أيضا يقول هناك احتمال وإجمال في قضية إلى، لأن إلى يحتمل أن يكون ما بعدها حدا وأن يكون داخلا في الغسل، إلى الكعبين إلى المرفقين، فلهما حد، ما بعدهما حد فلا يتجاوز، أو ما بعدهما داخل فيهما. وإلى تحتمل ذلك في لغة العرب، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم يا كثير. فجاء الذي وضح ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذين وصفوا، فكان سيدنا أبو هريرة يعني يغسل حتى يشرع في العضد، يغسل يديه حتى يشرع فيه، ويغسل يديه حتى يشرع في الساق، ويقرأ ويذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أمتي يوم القيامة يبعثون غرا محجلين، من أتى الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال فهذا احتمل، وجاءت السنة يعني في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم فأفادتنا دخول هذين على تفصيل في ذلك قربا وبعدا. ثم هناك إجمال في قضية موجبات الغسل، القرآن قال
وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. الجنابة لها موجب تجعل الإنسان متجنبا لأعمال كثيرة. فهناك التقاء الختانين، هناك إنما الماء من الماء يخرج المني، هناك بالنسبة للنساء انقطاع دم الحيض والنفاس، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فأجمل الأسباب في قوله جنوبا دون بيان، فجاءت السنة فبينت الكثير من التقاء الختان فقد وجب، ختانان فقد وجب الغسل، إنما الماء من الماء، وهكذا سائر النصوص المبينة لهذا. استدل أيضا لبيان هذا النوع من ألوان البيان في النصوص، والذي يكون يعني تتوزعه الكتاب والسنة محلين ويختلف فيه مستويات الإجمالي والبيان. قال الذي جاء في القرآن النص مثلا فيه على حكمه، ثم احتاج في بيانه إلى صفة فجاءت السنة لبيان الصفة، وهذا كثير من الأحكام. القرآن نص على وجوب الزكاة، آت حقه يوم حصاده والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، لكن من هل ليس في القرآن ما يبين هذا الحق؟ لا في نصابه الذي إذا بلغه وجب الزكاة فيه، ولا في المخرج منه قدر المخرج المعشرات فيها العشر وربع العشر الذي في زكاة العين وزكاة الحرث وزكاة الماشية، ولا في بيان ما يشترط لذلك. جاءت السنة فبينت، تجدها في الصلاة نفسها، كان تعلمون كتابا موقوتا، فالفرد جاء نصا في القرآن، ولكن صفة الصلاة عدد الركعات، صفة الجهل والسر فيها، ما يلزم في كلها في أحواله. إذن هذا اللون من ألوان البيان نقول فيه هو البيان دون بيان النص، فهو فيه إجمال وفيه احتمال، وتجيء السنة لرفع إجماله وتعيين احتماله، وبهذا يكون بيانا بالسنة، بل أحيانا يكون بيانا بالكتاب نفسه، بيان من الكتاب في الكتاب ومن السنة في السنة. لينتقل بناء المستوى الثالث من مستويات البيان، وهو من فرض السنة ببيانه، استقلت السنة ببيانه. وهذا يطرح إشكالا في الابتداء، ويتصدى له الإمام الشافعي رحمه الله من الأول في بيان هل تستقل السنة بالشريعة عن الكتاب مطلق. قال ونعم، ولكن هذا اللون من الأحكام التي استقلت به منتهية إلى حكم الكتاب. تنتهي كيف؟ تنتهي إلى حكم الكتاب، إما أن نجد لها في الكتاب منزحا ولو بإمعان النظر والتدقيق، والناس هنا متفاوتون بحسب إمكاناتهم في فهم أساليب الكتاب، وإما أن يكون هذا من حيث أن القرآن نفسه دعا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما يقرره، وفوض إليه في أمر البيان، قالوا اتبعوا لعلكم تهتدون، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فأصبح ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يأمر به الكتاب بهذا الاعتبار. فدخلت السنة أي بيانها في بيان الكتاب بهذا الاعتبار، أصبحت حجية السنة من الكتاب وبالكتاب. والأمثلة على ذلك كثيرة مما استقلت به السنة بيانا، نصوص التي لا نجد في القرآن إلا هذه الصلة، حيث أنه يأمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، وأنك حين تقبل منك أن تقبل القرآن نفسه من القرآن وبقوة القرآن. مثلا الشريعات في مقام التحريم، تحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هناك بعض من حاول أن يجد لذلك ولو من باب الإشارة، يقول هذا قياسنا على تحريم الجمع بين الأختين، لأن هذا يؤدي إلى عقوق وتنازع، ربما يقول هذا إذن من هذا.
لكن الأصل هذا فيه استقلال، حيث أنه فيه الإبانة، ولو فتحنا القياس على المحرمات لا لحصل التسيب في الباب، ولكن جاء النص صريحا في ذلك. أيضا الحمر الأهلية محرمها، ونجد لها ذكر لتحريمها في الكتاب هكذا، اللهم إلا منحه الأحناف في قوله تركبوها وزينة، قالوا ما كان ليمتن بالركوب وهي حلية الطعم، لأن الامتناء إنما يكون بالأعلى، هذا ألوان من الاستخراج عندهم، ولكن يشوش عليه أو يعترض عليهم بأن الخيل عندما شوافع يعني حلال، استثنوها بالحديث ذبحنا فرسا على هذه رسول الله إلى آخر المسائل التي تعرف في بابها. من أحيا أرضا ميتة فهي له، من قتل قتيلا فله سلبه، أمور كثيرة نجدها في السنة لها استقلالية في بيان الأحكام، مستوى أخذ مستويات البيان، من فرضت السنة ببيانه. وثالثها ما فوض الله جل في علاه للمكلفين أمر بيانه تنزيلا وتفصيلا، ومثل له بأمور ثلاثة، مسألة القبلة، ومسألة العدل في الشاهد، صفة العدل في الشاهد، ومسألة المثلية في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم أو الصائد في الحرم. مسألة القبلة في الصلاة من شروطها، شروط صحتها، لكن هل إذا كنت قريبا ونفس الحكم إذا كنت بعيدا؟ نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتولية الشطر هنا تعني المشامتة والتلقاء، فإذا كنت قريبا منها فلا بد من المشامشة العين حينما كنت تولي وجهك إليها، فلا يكتفى فيها بالجهة العامة، لا بد عندما تكون قريبا منها أن تسامت عينها. فإذا بعدت أنت مطالب بالتوجه خصوصا في الفرد صحيح، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا الشطر الممكن منه هو أن تجتهد وتتحرى وتستعين بما نصب من علامات ما نصبه الله جل وعلا من علامات تدل على القبلة، لأن ما كان الله تبارك وتعالى يتركنا دون أن ننصب في الوجود شيئا يعيننا على تنزيل أحكامه والوفاء بما طلب منا بخصوصها. فكانت الرياح والنجوم والجهاد وغيرها من الأشياء التي تنصب الأهلة لكي يستدل بها على القبلة المجتهد فيها، حتى الذي لم يسب استطاعته أو كان، فإن للفقهاء أشياء عندنا في الفقه المالكي، وإن تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختر، يعني يصلي إلى كلها، ولكن لو تخير، إذا تحير خيار حسب اجتهاده، ثم هذا المجتهد معناه في وقت الغيم وكذا، أما في غير ذلك فيجب عليه أن يتعلم ما به يعرف القبلة. ولذلك جعل العلم من علوم الشريعة معرفة علم المواقيت، علم المواقيت، مواقيت الصلاة، مطالع الأهلة، معرفة جهات القبلة وما تعرف به المثلية في جزاء الصيد. مثال لهذا النوع من أنواع البيان هي أيضا الذي أوكي لنا ليجتهد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم. لا يحل
للمحرم أن يقتل الصيد، صيد الحرم، ولو هو محرم خارج الحرم، يعني في حرامه سواء كان في الحرم أو خارج حدود الحرم، ما دام محرمة ستتعلق بحاله لا بالمحل، بالحال لا بالمحل. لو حصل هذا فقتل، ما هي الفدية في جزاء الصيد؟ هو أن يعني يشتري مثلها، مثل الذي قتل. هذه المثلية المطلوبة منه هو يجتهد، يعني الذين يعرفون يعني بمعونة يحكم به إذا واحد لي منكم هدين، هؤلاء اللي يحكمون كيف يجتهدون في المقاربة. ذلك الفقه قالوا مثلا من قتل غزالا فإنه يفديها بعنزته في حجمها، ومن قتل مثلا نعامة يعني فداها بجمل أو ناقة، وهكذا بحسب حجم هذه المثلية. هنا مثلية الحجم، مثلية، ولا يدخل هنا القيمة كما ذكر الإمام إلا في انعدامها مطلقة. هذا موجود هنا، يفتح الباب للاجتهاد في مثل بدلي من هذه الأشياء المقدرات. صفة العدل في الشهادة، واشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. كيف يستطيع الإنسان أن يأخذ من هذا النص البيان؟ ليس فيه بيان حاسم كما في مسائل أخرى، في البيان هنا إليك. نعم، العدل فيه هو من يتقي الكبائر ويترك في الغالب الصغائر، المستقيم على 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 التدين، مستقيم على النهج. هذا الذي لا يمكن أن يكذب حسب الظاهر، ولا أن يخون، ولا ويصلح للشهادة في مقام الاستحقاق، لكن أنت تتحرى وتجتهد في تحقيق هذه الصفة في فلان أو في فلان ليتم هذا المراد. إذن يسمى هذا ببيان التنزيلي الذي فوض فيه إلى المكلف. ولذلك يجيء الاختلاف أحيانا، قد يصادف هذا محلو وقد لا يصادف، لكن لابد من الاجتهاد في موافقة المطلوب من المكلف في هذه الأبواب. إذن كان الإمام الشافعي رحمه الله هو يتدرج بنا في بيان البيان، بيان النصوص للأحكام، مما يجيء على النص يجيء نصا، مما يجيء محتملا مجملا، مما يجيء مبينا في باب فرضيته في باب وفي السنة صفته، مما يجيء وبين بإجمال لا بد من في تنزيله من أن تتبين أنت هذه الصفة في واقع ما جعلت الصفات فيه. لا بد لتحقيق المثلية أو صفة العدالة أو تحري شطر القبلة، لا بد من الاهتداء والاستدلال بأمارات تعين على ذلك تبينا وتبينا. وهنا أنا استطرد الإمام الشافعي الحديث عن الاستدلال ليقف أيضا ليقول لا مجال للاستحسان، لا بد من تعويض الاستحسان بالاستدلال. وأشار أيضا إلى أن هذا اللون من لون الاستدلال هو لون من لون الأقيسة. الاستدلال عند العلم حتى عند الشوافع مراد باستعمال دليل يهدي إلى بيان الحكم، سواء كان بدلالة لزوم كدلالة الاستدلال بالملزوم على اللازم أو عكسه، أو الاستدلال ببراءة أصلية، أو الاستدلال باستصحاب الحكم الذي كان قبل، أو الاستدلال بالصبر والتقسيم لمعرفة المناص الأنسب للحكم، أو الاستدلال بالأخف أي الأخذ بالأخف، نزول عند النصوص العامة التي تطلب بالأخف حين لا يكون الأمر مبينا. ألوان تسمى استدلالات، وهي غير
استدلال ابن سوزان مصطلح خاص يجون إن شاء الله الوقوف عنده، استعماله الدليل المناسب بحسب المقام بحسب الحكم. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله بعد بيان هذه الأوجه الأربعة أراد أن يبين لنا أهمية اللغة في الكتاب، فعقد فصلا رائعا من روائع البيان الذي ينبغي أن تفصل أحيانا لينظر فيها أهل العلم باللغة، يعني في الفصل الأخير أو في الباب رقم 5 في البيان رقم 5، فإنه انتهى ليقول إن اللغة والفقه فيها وعلم بيان الكتاب أمر لا مندوحات عنه لطالب الأحكام، وأشار إلى كثير من الخصائص أنا أرجو إن شاء الله أن نخصها ببعض بيان إن شاء الله تتسع له الوقت، ولكن أقف بكم قليلا لنقرأ بعض النصوص، لأن بعضهم يقول أن انتهى الوقت، بعض النصوص لنصححها على القراءة المكية. شوف سيدي قرأنا لك نصوص سابقة في المقدمة، لا تعجلوا علينا، قرأ قرأتك النصوص واعتصموا بحل الله جميعا. لننبهكم إلى بعض الأصول في القراءة المكية حتى تقرأ النصوص في الرسالة على مرادي على قراءة الشافعي رحمه الله، يعني من رواية بزي وقنبل. اقرأ سيدي واعتصموا، اقرأ يدي في القرآن. الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله فيك. حسن. هذا هذه إحدى التاءات المسمات بتاءات البزي. وفي الوصل للبزي شد التيمم. نعم. وفي آل عمران له لا تفرقوا. ويجب المد للزومه في الوصل. لكن لو بدأت قلت تفرقوا بالتخفيف إلا ذا. وصلها تتفرقوا فسكنت التاء ثم أطغمت على قياس الإدغام إدغام المثلين، وهي إحدى تاءات ثلاثون إحدى تاءات ثلاثين آتاء يشددها البزي وقالوا فيها تاءات البزي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق. أما من استغنى عنه ما من جاءك فأنت عنه تلهى كلا. دائما إذا كان قبلها حرف مد فإنها تمد إشباعا كاللازم تماما. تابع سيدي أعد واعتصموا واعتصموا رقق العائد فذا ملدود واعتصموا سير. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. إذا الذي يبدو لكم هنا أن الأصل في صلة ميم الجمع عندهم مضطردة وجه واحدة وصير ضم ميم الجمع قبل محرك دراك دال وقالون بتخيره جل. إذن الصلة ثم هو على قصر المنفصل قولا واحدا من روايته، فإن انفصل في القصر بهدر طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا الدر من الدال أي بلا خلف، فإن انفصل أي الشرط عن الشباب كما هنا الهمزة عن الشباب في القصر بهدره طالبا هذه كلها رموز بخلفهما يرويك درا ومخضلا دال لا خلف فيه، وهذا مثله في لأبي جعفر في العشرة له أيضا صلة الميم بدون خلف. خرجين الصخر إذا تحفظوا هذه فتسهلوا النصوص كلها لأن هذه تكررت كلها على صلة الميم الجمع هذه التاء الوحيدة اعتقد في هذه النصوص المشددة هنا. نعم. ثم قصر المنفصل ثم
ثم صلتها إلى الكناية ستجيون، وما قبله تسكين لابن كثير، قبل تسكين ابن كثير. فيه هدى للمتقين، هذه نصوص تشبه هنا، فأنت تصلها الصلة الصغرى عندها الكناية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وابتلنا اللهم بإسماعيل وأوصالنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.